the Elijah guidance of measurement is a process that starts with first thing is evaluation, planning, operation, and virtual community. Talent development is at the heart of the AMDR. سلم بكوري رئيس الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية. اليوم كنظموا المؤتمر الدولي لتنمية الكفاءات في نسخته الثانية بمشاركة عدد من المتحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين، من تونس، الكويت، نيجيريا وبعض الدول الإفريقية الصديقة كالغابون وساحل العاج. إذا اليوم كنعتقدوا في ظل طبعا كنعتقدوا أن المغرب اليوم من حاجة ماسة للكفاءات البشرية وفي حاجة ماسة لرفع مستويات العنصر البشري، وبالتالي هناك استراتيجيات حديثة تتعلق في هذا الشأن. وكان الغرض الرئيسي ديالنا أننا نحاولوا أن نقدموا الدعوة لمجموعة المتحدثين على مستوى عالي جدا انهم يتبادلوا الافكار ديالهم، التجارب ديالهم والمعارف ديالهم مع الطلبه الجامعيين والتلاميذ الاولى والثانيه بكالوريا، لان اليوم المناسبه هو تنظيم مؤتمر وبشراكه مع المديريه الاقليميه للتعليم الحي الحسني، بحيث غتعرف مشاركه تلاميذ الاولى والثانيه بكالوريا للمديريه الاقليميه للتعليم، واللي غادي تكون واحد الجائزه من اجل اولا التحفيز، ثانيا خلق جو من التنافس في إطار علمي حداثي، واللي كيتعلق بالدرجة الرئيسية بمسألة التعليم الإلكتروني كوسيلة من الوسائل الحديثة، واللي أصبحت اليوم في ظل طبعا بعد جائحة الكوفيد للعديد من الأسر والعديد من التلاميذ يستخدموا التكنولوجيا في إطار التعلم. لكن اليوم كاين هناك الذكاء الاصطناعي، كاين مجموعة من التكنولوجيات الحديثة اللي خصنا نواكبوها، وفي نفس السياق خصنا نخدموا على مسألة رفع مستويات الكفاءات، لأنه هادو الطلبة أو التلاميذ هما مؤهلين خلال السنوات المقبلة ندخلوا سوق العمل، وبالتالي سوق العمل كي باش يكون في بيئة متميزة ولا في بيئة أعمال محترفة كيحتاج مجموعة من المهارات، مجموعة من السلوكيات والمهارات اللي كتتعلق بهذا الشأن. وهذا هو الغرض الرئيسي، أننا نقلوا التجربة ديال لاتيد دي ديال المؤتمر الدولي لتنمية الكفاءات الذي يقام سنويا لمدة 80 سنة تقريبا بالولايات المتحدة الأمريكية، نقلوا التجربة على مستوى المملكة المغربية. خديجة القبابي، المديرة الإقليمية لمديرية الحي الحسني. جيت سعداء اليوم بحضور هذا المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية بشراكة مع الإي بي إس، وكذلك بالتنسيق وشراكة مع المديرية الإقليمية الحي الحسني. يعني المساهمة ديالنا اليوم هي بإشراك تلميذات والتلاميذ في مسابقة التي ينظمها المؤتمر، وهي فرصة للتلميذات والتلاميذ لإبراز القدرات والمهارات ديالهم في عدة مجالات، خاصة في المجال ديال يعني الترافع حول قضية مهمة جدا اللي كتخص تنمية الموارد البشرية. إذا اليوم حاضرين معنا جميع تنمية إيدي بتراب مقاطعة الحي الحسني، تلميذ وتلميذة شاركوا اللي كانوا فازوا داخل المؤسسة التعليمية وكيمثلوا المؤسسات ديالهم داخل هذه المسابقة. شاركنا كذلك في هذا المؤتمر بهذا الستوند اللي كتشوفوا اللي كيبرز المجهودات القيمة اللي كتقوم بها المديرية من أجل توفير ظروف تمدرس جيدة، واللي كتمكن من الانفتاح على مجموعة من الأنشطة الفنية والعلمية كذلك، دونك مثال روبوتيك، مثال كذلك استعمال التكنولوجيا الحديثة، وكنتمنوا مثل هذه المبادرات. وكنشكروا جزيل الشكر للجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية على إتاحتنا الفرصة للمشاركة معها في هذا المؤتمر. شكرا.